صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 81 لسنة 2021 بتعيين نائبين للرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء جاء فيه يعين في هيئة الكهرباء والماء كل من المهندس علي نعمة الله علي عبد الرحيم النعمة نائبا للرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين. السيد علي عاشور علي عبد اللطيف نائبا للرئيس التنفيذي للموارد والخدمات